قبل مشاهدة الفيديو توجه لقناتنا واضغط على زر سبسكرايب ثم زر الجرس ثم فعل هذا الاختيار واضغط على زر حفظ لتتوصل بجديد الفيديوهات. السلام عليكم ورحمة من الله، مرحبا بكم متابعي مدونة سعادة تقنية في كل مكان في هذا الموعد التقني الجديد والذي سنتعرف من خلاله وإياكم، وسوف نلقي نظرة وجولة صغيرة حول مدونة سعد التقنية في شكلها الجديد. كما تلاحظون على أن المدونة تحتوي على قائمة رئيسية خاصة بالأقسام المهمة في المدونة، نعم، بحيث أن مدونة تهتم بالتقنية. هنالك قسم خاص بآخر الأخبار لمتابعة جديد المواضيع التقنية. أكيد هنالك حلقات مصورة والتي يتم طرحها على اليوتيوب، ستجدها في هذا المكان. يمكنك متابعتنا على الفيسبوك، يوتيوب، كذلك جوجل بلس. يمكنك أيضا مشاهدة آخر المواضيع الموجودة يعني هنا في هذا المكان، والتي يعني أكثر من 600 موضوع تقريبا موجود في المدونة حاليا. إذا أخبار ومعلومات تقنية في هذا المكان، ثم طبعا الحال مشاركات شائعة أو أكثر المشاركات يعني زيارة، يعني هناك فضائيات، يعني هذه مجموعة من الأخبار الخاصة بالفضائيات، معلومات خاصة بالريسيفر، معلومات خاصة بالإعلاميات، يمكنك زيارتها أو طبعا الحال زيارة العديد من المعلومات بالضغط فقط هنا. ثم كذلك قسم أندرويد، ابتكار وتجارب، مجانيات، ربح وشراء. ثم طبيعة الحال يمكنك الاشتراك بالقائمة البريدية ليصلك جديد المدونة فقط بكتابة بريدك الإلكتروني والضغط على الزر اشتراك. إخواني الأكارم، مدونة سعد التقنية هي مدونتك أنت، هي عبارة عن مدرسة تجمع كل العناصر التقنية في موقع واحد لإغناء المحتوى العربي. لذلك أخي الكريم، إذا كانت هذه المدونة فعلا تروق إعجابك، لا تنسى بتشريفي بالزر لايك للصفحة الفيسبوك وكذلك سبسكرايب للقناة، كذلك يمكنك الاشتراك ومتابعتي عبر جوجل بلس. إلى اللقاء.